الجمعة في البيوت. الجمعة لا تقام في البيوت، لا تقام الجمعة في البيوت، وإنما تصلى ظهرا. هناك قول لبعض المعاصرين لكنه قول ضعيف أن الجمعة تقام في البيوت، لكن هذا القول قول ضعيف ويخالف مقصود الشارع من إقامة الجمعة. وإذا كان الفقهاء اختلفوا في حكم تعدد الجوامع في البلد الواحد، فكيف بتعدد الجوامع في الحي الواحد بعدد البيوت؟ يعني لو كان مثلا في الحي 50 بيتا تقام 50 جمعة، لو كان في الحي 100 بيت تقام 100 جمعة مثلا. يعني مدينة كبيرة مثل مدينة الرياض عدد سكانها يعني يزيد على 6 ملايين، احنا ذلك أن الجمعة لو خير بتعددها ستقام آلاف الجمعة، آلاف الجمعة في بلد واحد، وهذا ينافي مقصود الشارع من إقامة الجمعة. ثم إن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد مثل هذا. ولذلك بعض العلماء المعاصرين رأى أن إقامة الجمعة في البيوت أنها بدعة، وهذا القول ليس ببعيد، لأن الشارع جعل بديلا عند تعذر الجمعة وهو صلاتها ظهرا 4 ركعات. المريض الذي لا يستطيع أن يصلي الجمعة أو يشق عليه يصليها ظهرا 4 ركعات، النساء في البيوت يصلين الجمعة ظهرا 4 ركعات. فنخلص من هذا إذن إلى أن الجمعة لا يشرع إقامتها في البيوت.